خلال الأيام اللي فاتت ومع التقلبات الجوية بدأ ينتشر فيروس بين الأطفال وحتى الكبار. البعض بيعتبر إن ده دور برد وعادي، بعض الناس بتربطه بإنه الفيروس المخلوي اللي انتشر في نفس الوقت ده السنة اللي فاتت. الفيروس ده فترة حضانته بتتراوح حوالي من 4 ل 6 أيام، وبتصل في أقصاه يعني لأسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض. نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة وأستاذ الصدر بالقصر العيني. مساء الخير دكتور حسام. مساء الخير عليك يا فاطمة، مساء الخير عليكم أهلا على كل بحضرتك. المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني لو حضرتك ممكن تقول لنا هذا الفيروس طبيعته إيه؟ هو دور برد في شكل جديد ولا هو فعلا متحور؟ هو أصلا كلمة دور برد معناها إن في إصابة في الجهاز التنفسي العلوي، تمام. ودي الفترة اللي احنا من قديم الأزل بنشاهدها، وكان السنة اللي فاتت حصل بعض الهلع أو بعض الخوفة من الناس ان في فيروس مخلاوي، وطلعت وزاره الصحه بكل يعني هيئتها واكدت ان الفيروس المخلاوي ده موجود من القرن اللي فات من 1950، والفيروس ده موجود. يبقى احنا بنتكلم في فتره نعلم جيدا فيها ان في نشاط للفيروسات. تمام. هذا النشاط للفيروسات مش لفيروس معين، لا، الانفلونزا بتنشط هذا الفيروس، الفيروس المخلاوي بينشط هذا الفيروس، وفي نفس الوقت كورونا متحوراتها ما زالت موجوده وبتنشط في دايما في تغير الفصول. نعم. يبقى احنا بدل ما نكون احنا عندنا نوع من الهلع او الخوف، نكون حذرين، لان احنا دي فتره نشاط فيروسات لابد ان احنا ناخد الحذر بتاعنا. هل ليها اي اعراض شديده يعني الايلام مثلا، او غير دور البرد العادي اللي هو الزكام، شويه كحه، شويه تكسير، يعني اعراضها اكثر قسوه مثلا؟ خلينا نقول ان المخلاوي بالذات بتبقى اخراطه في بتاخد جهاز التنفس العلوي، بتصيب الاطفال اكتر، لكن برضو اهلنا من كبار السن عرضه ان هم يصابوا اكتر. لكن خلينا نقول ان هو مين الاكتر، يعني لو ما بيصاب هم الاولويه بالاهتمام. تمام. بنقول ان احنا اهلنا من كبار السن اولويه، فاملينا اصحاب الامراض المزمنه. اصحاب الامراض المزمنه دي تشمل كل الفئات، يعني الاطفال اللي عندهم حساسيه في الصدر او عندهم بعض الامراض الوراثيه، دول برضو تبقى فئه بالنسبه لنا فئه بنهتم بيها اكتر من الباقيين، لكن طبعا كل ليه نفس الاهتمام. تمام. فبنقول اذا كان الاعراض بتاعتنا هي عباره عن رشح والام في الحلق وحراره، فدي الاعراض التقليديه للفيروس. لكن اذا الحراره استمرت اكتر من 48 ساعه ولا تستجيب لخفضات الحراره، او لقينا ان مننا بدا يظهر فيه ضيق في التنفس او الاستخدام لعضلات التنفس زائد، او لا قدر الله حصل زرقان او ازيز شديد في الصدر، لابد ان يتوجه للعنايه الطبيه العاجله باسرع وقت ممكن، وما يقولش ده دور برد عالي وينتظر لغايه ما الدور يتفاقم. صحيح. لان هو كل دي كلها هذه الالتهابات الفيروسيه علاجها كل ما يكون سريع، كل ما يكون شفاء تام باذن الله تعالى. ان شاء الله. هل في اي نصائح للامهات؟ احنا في موسم مدارس، الجو بيتغير، والولاد بيعدوا بعض طبعا، ففي اي حاجه اجراء ممكن الامهات تعمله يعني يحفظ ولادهم او يقلل نسبه احتمال اصابتهم بالعدوى؟ خليني اشكر حضرتك ان هم بيعدوا بعض، فيعني اذا كان في اي طفل او يعني شاب كان بدات تظهر عليه اعراض البرد، نرجو ان هو ما ينزلش الحضانه او ينزلش المدرسه عشان ما يعديش ايه اقرانه. ايوه. وفي نفس الوقت احنا عندنا نصائح عامه بيقول النوم السليم، التهويه السليمه، لان احنا للاسف شديد من بعض عاداتنا ان مجرد ما نخش جو نقفل ودي من اكبر الاخطاء اللي تؤدي لانتشار الفيروس. كويس. برضو في الفصول، التهويه السليمه في الفصول ده جزء مهم. صح. التغذيه السليمه، وان احنا نبعد اولادنا عن بعض العادات اللي اصبحت تقليد عند الاطفال اللي هو الجانك فود او الاكل من الشارع، لابد ان ده نقلله او نمنعه لو نقدر. كويس. دايما طبق السلطه والفاكهه اللي تحتوي على فيتامين سي من الحاجات المهمه، كل دي اساسيات. صحيح. وان احنا نبعد اطفالنا عن التوتر العصبي ده والشد العصبي بتاع الامتحان او المذاكره. كويس. كل دي بتقلل المناعه، لو قدرنا نوصل لدول هنوصل لاحسن حل باذن الله. هل في اي اخبار عن متحور جديد نترقبه؟ يعني كان في كلام خرج من الولايات المتحده من منظمه الصحه العالميه، الكلام ده ليه اي دلائل موجوده في مصر او بشكل عام؟ خلينا نقول ان احنا دايما يعني الوقائي والقطاع الوقائي بوزاره الصحه المصريه بيتابع اي متحول جديد عن كسب وبيعلن عنه، لان احنا خلاص احنا ليس في جزيره منفصله، احنا العالم كله شايفنا واحنا شايفين العالم كله، لو حصل اي متحول هنبلغ عنه. لكن طبعا هو منظمه الصحه العالميه رصدت متحول اللي هو GN1 اللي ظهر في دوله لوكسمبورغ وبعد كده راح لانجلترا وفرنسا وامريكا،
لكن احنا بدل نسمع دايما المتحولات ونتكلم عن المتحول، دايما بنقول متحول الخوف منه اساسا هو شده الاصابه. ايوه. والحمد لله متحول اللي هو يعني كل المتحولات اللي ظهرت من بعد الاومايكرون كلها ما فيش شده اصابه وما فيش اصابه للجهاز التنفسي. الحمد لله، الحمد لله. فبالتبعيه ما بقاش تمثل اي خطوره. لكن لابد من الحذر، مش معنى ان احنا بنقول لا ما فيش خطوره ان احنا ما نكونش حذرين. لكن بنقول ان هو في سرعه انتشار، او في سرعه انتشار اكثر من المتحولات الباقيه، ولم يرصد داخل مصر حتى الان، ان شاء الله ما يرصدش باذن الله تعالى. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام حسني، رئيس اللجنه العلميه لمكافحه كورونا بوزاره الصحه، واستاذ الصدر بالقصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك.